تاني يوسف المدينة. ازاي نستعمل المدينة؟ بداية بقى هنشوف من اختيار السليم. يعني اي حد يصبح عشان يعمل اكل او يعمل جهراية او يعمل بزاية او تورتاية او مش الاول بيختار الحاجات اللي هيصنع منها حاجة. فانا برضو هنشتغل حشو. نختار الماتيريا اللي هنعمل. فاحنا قلنا عملنا كلاسيفيكيشن لمطعم اكوردنج كفر كونتينر، الزيت كونتينر، البارتكل شيب، البارتكل سايز. طب هختار مين؟ اكس ولا واي ولا زد؟ على حسب الاستعمال. قلنا ان الزيت فري مطعم هنستعمله لو انا ما اقدرش اعمل ايزوليشن للكابل وهيحصل غصب عني موشن كونتامينيشن. بستعمل الزيت فري مطعم ليه؟ عشان اتجنب حاجه اسمها الديليت اكسبانشن اللي هنشوفها دلوقتي. لو استعملت زيت كونتيننج امر وفي موشر هيعمل ديليت اكسبانشن اللي ممكن يصرخ بعد 3 4 ايام بروبس عشان فاختار على هذا الاساس. وانا بشخص الحاله وبدرس الحاله من المريض بيجي لي على القسم بساله واشوفه واكشف عليه وافحصه. بعد كده بعمل تريتمنت بلان، بعمل خطه العلاج. اول حاجه هعملها في المريض يعني هل كان ممكن كده ازاي الراجل كده بيسبب ايه الزور حاجه جوه يعني اعمل اللويس ليش اختار بقى ايه بقى ولا ايه ولا ايه اختار هي هالكبر ولا لو كبر اختارها هي بارتكل سايز كبير ولا صغير اختار الليس كات ولا السفيريك على حسب بقى ما انا اقرر طبقا للحاله اللي طب بعد ما اخترت السبيكه بعد ما هي اختارت الانجريدينتس اللي هتصنع منها الاكل او الحاجه اللي هتعملها في البيت بتبدا تعمل بروبورشن تعايد هتاخد قد ايه من الدقيق على قد ايه من الملح على قد ايه من السكر على قد ايه من الميه على السكر دي بنسميها بروبورشنينج. البروبورشنينج بيتم بطريقتين اثنين يا اما باي ويه يا اما باي فولت يا اما بالوزن يا اما بالعدد. كان في زميلاتكم مش عارف وظيفه هم دول ولا فين كانوا عايزين يغيروا مش عارف السكشن بتاعته السطح الى من 11 لواحد صح؟ اللي هم في الجروب بتاع دلوقتي فبالتالي مش هينفع ان هم يغيروا لوحدهم السكشن من 11 لواحده مش هيحضروا المحاضره من 11 لواحده. مش كده احنا كنا نقصد ان احنا نغير سكشن 6 ان احنا بدل ما ناخد الصبح يبقى عندنا الفراغ من اول 11 لواحده. طب كلام جميل. طب دلوقتي ادي بقى مش هي عندي فراغ. لما المحاضره تتغير تبقى احنا تمام عشان نغير حاجه. بس كلام جميل. فين هي اللي كانت بتجادل طب في شفنا تقول لي اصل يا دكتور قصدي يا بنت قلت لها احنا فاهم قصدي قلت لها ما ينفعش انك تغيري الواحده. فهنشوف قلت له هنحاول اذا المجموعه عايزه تغير المجموعه الواحده كلها يبقى خير وبركه وقلنا احنا ايه؟ يعني رضينا المجموعه كلها. انما اذا هم ما وافقوش خلاص احنا راضيين ممكن نغير لهم السكشن. انما لو غيروا لهم السكشن فهيبقى هم كده ايه في الضياع في حيث المحاضرات. خلاص؟ ماشي. طيب قلنا في البروبوشن احنا في الامنظم بنعينه بطريقتين اثنين. حاجه اسمها الويت تكنيك وحاجه اسمها الدريت. الويت تكنيك بيسموها جورجنسون واحد اللي عملها اسمه جورجنسون يا اما ويت يا اما جورجنسون. والدريت تكنيك اللي عملها واحد اسمه ايم اسمها ايمز تكنيك. طيب في الويت تكنيك بناخد ميركل زياده شويه. لا من 7 ل 8 ميركري على 5 الوي يعني 5 على 7 الوي ميركري او 5 على 8 ليش يعني؟ طيب وفي الزراعي تكنيك 5 ل 5 ايكوال فولتج. طيب الويت تكنيك بنخلطها بطريقه معينه بنعمل لها تريتريشن ب مانيوال دي مورتر اند بريس او مورتر اهو اللي هو جو يعني من الازاز جو يد جو بتاع ده اسمه مورتر اند بريس ده بنستعمله ل الهاند ميكس. طيب بالتالي بتحتاج الى زيت زياده شويه لان القوه بتاعتنا ما بتبقاش قادره قوي على انها تدخل الزيت ان هو يبلل فبديله زيت زياده شويه عشان يعمل ويتي. انما في الدراي تكنيك بخلطها ميكانيكال في الجهاز يبقى مرتميتو او تريتريتو اسمه ما بحتاجش زيت زياده. حتى الزيت الزيت اللي بحطه في الويت تكنيك انا بعد ما بخلص بعد ما بعمل تريتريشن يعني في الروس ميكسنج بشيلها في حته بيس بوز قطعه من الشاش واعمل سكويزنج للجسم واعصر الزبده الزياده. حتى بعد العصر ما بتخلصش من كل الزبده الزياده
فهي المانيوال ده له عيب ان بيبقى زبقه زياده. وهنشوف بقى توابع الزبقه الزياده هتبقى ايه دلوقتي لما نيجي نفهم طريقه تسلل الامطار. هنعرف ان الزبقه الزياده بيؤدي الى مشاكل هنعرف سببها ايه يعني. يبقى خلاص. طب الفرق بين الميكانيكال والهاند ميكس معروف. الميكانيكال حاجه للجهاز هو اللي بيعملها فبيديك يعمل استندرزيشن للميكس. الميكس بتاعك ريبروديوسر يعني اقدر اكرره بنفس ايه زي شغل المكن. يعني لو اروح اشتري حاجه سجاده صناعه مكن وكده السجاده اللي تطلع ببدل معين بهيئه معينه كلها زي بعضها حته واحده ما فيهاش بقى الابداع الفروق اللي هي ايه الجوهريه اللي بيننا وبين بعض. انما الشغل الهاند ميكس هنا هيفرق. انت من زميلتك انت قوي هتخط اعنف ويبقى الخط كويس. زميلتك اضعف شويه انت الصبح قوي لسه فريش اخر النهار زي دلوقتي خلاص ايه بنتطوع هتبقى ايه يعني تعبان شويه. فالميكس الهاند ميكس ما فيش فلوس. لما تيجي نعمل ريسيرش وورك بحث لازم تشتغل ميكانيكال عشان يبقى شغلك مقارن. يبقى احنا موحدين الظروف اقدر اقارن نتائج بنتائج الدكتوره بنتائج الدكتوره بنتائج اللي بيشتغل في مصر بنتائج اللي بيشتغل في امريكا. ما ينفعش الهاند ميكس بس. الهاند ميكس له اهميه ويجب يتعلموها. ليه؟ لان لو انت بتشتغل والكهرباء قطعت وانت كنت خلاص جهزت الكافيت التروسيف كوندنسيشن يعني اللي هو جاهز على استقبال الامرجنس والكهرباء قطعت فالامرجنس مش هشتغل. هتشتغل ايه بقى؟ مني تبدا تنور باي طريقه بالموبايل ولا بحاجه وتشتغل مانيوال علشان تكمل حشرتك ماذا والا يا اما بعد ما عملت ايزوليشن واذا كان كلاس 2 ولا كومباوند كافيتي مركب ماتريكس ومش عارف حاطط الوجه وعملت ايزوليشن ودراينس للكافيتي وهوب وراح هتبدا كل الشغل اللي فات هتهده وتحط حشو مؤقت يبقى اكسترا ستيبس اكسترا كوست وعلى حسابك يا حبيبي. يبقى كملوا بقى مانيو كده بنعلم المانيو عشان اسمعك برضه استكاشن زميلاتنا بيقول لي المانيو الخاص ما بنستعملوش. ما بنستعملوش طالما مين اللي متوفر؟ الميكانيك. طب الميكانيك اللي خلاص بقى عاجز اشتغل مانيو خلاص؟ طيب ايه اللي التفريشن ايه؟ هل التفريشن؟ ان انا اتغلب على ايه؟ على الهاي سيلف ستيشن بتاع الميكانيك. يعني هو يقول لك كلمه التفريشن يعني دي راس ميكس خلط عنيف. فيجي يجي لك سؤال يقول لك دي بريزم. دي تبقى مره مش بيت ريجوليتد رانر جان ميكس. يعني لازم تخلطه خلط عنيف مش خلط عادي. هتقول اول حاجه الاوفر كام الهاي سيلف ستيشن بتاع الميكانيك. واحدة من البروبكس بتاعت الميكرو كمان مرة اللي هو كده هاي سيلف ستيشن. كده هاي سيلف ستيشن يعني معناها مخلوط على البطن يعني ودن ولا يكور في حتة البطاطا فيه؟ يكور يعني ايه؟ يبقى لابس الارض ايه؟ الكورة تبقى لابسة الارض ايه؟ الكورة طيب ما تعملش ودن. طيب عشان تغلب عليه ده اعمل فيه خط عنيف اكبره بقى او غصب عنك تفرد وتبدلني عشان يحصل رياكشن من ده. الكوندنسرز برضو اختيارها على حسب نوع الامالجم اللي عندك. طبعا اللي بيتحكم بيها برضو متوسط السايز بتاع الكافيتي. لو السايز بتاع الكافيتي سمول ما اقدرش اختار كوندنسرز السايز بتاعها كبير مش عارف لسه مين. ادي حاجه. الحاجه الثانيه نوع الشيب بتاع اللوك بارت. فعندنا ليس كاب وسفنج. ليس كاب بيحتاج هاي كوندنسيشن فورس. بستخدم سمول كوندنسرز ويكون بول اند شكل الكوره برضه. طب الكوره هتلمس الاماكن في ايه؟ في بوينت ولا في اريا بلا الكوره؟ طيب يبقى الفورس مركزه على اريا كبيره ولا صغيره؟ يبقى الاستريس او البريشر كبير هيدفع. الليس كات بيحتاجها انما البول اللي هو السفيريكال بقى كور الكور بتتحط جرام بطاقه هي بتفرد بمينيمال بريشر تفرد بسهوله فمش محتاجه هاي كوندنسيشن بريشر. ما اقدرش استخدم الفول اند. الفول اند هيخش بينهم وما
وهيضيع الفورس مش هيقدر يتنفس. فبحتاج الى لارج اند وفلات اند. لارج وفلات اند عشان يفك يعني يضغط على الكوع كده ويتنفس. اتنطق على زمايلي انت بتشتغل ولا انا بشتغل انت هيجي لك استنشق ايه ميركري كتير سوري طيب انا عملت كونفرسيشن بعمل كوفي انا هعرف ان الكوفي ده في التوتال الامارات حصل ايه امارات كمان اهو باجي كده مع الكوفي وانزل على الامارات مش زياده مش اقص شعر زياده ما اروحش كده انما لو كده حاسس على الشعر حسب شرط شعر مكتوب فين؟ هنا مش كده؟ لو مشيت كده فالشرط المرمن بريتل والطول انامل بريتل يتكسر على دي بعد كده حتى دي مكسوره يعمل حاجه اسمها تتش مش الشعر مش كده بس انسوها تجاري ماشي انسى المرمن بعمل كارت من ايه؟ من الطول من ايه؟ مش العكس عشان ما اعملش تتش وهو بريتل سند على حاجه بريتل يتكسر على طول طبعا بعمله علشان اشيل الميركري ريتش دي طبعا هي غنيه بالميركري يعني لما اعمل سكوز كده بعصر الزئبق الزئبق يطلع على السطح فبيشل الطبع يعني ناس كلام من ناحيه الحكم واتخلص منها بالطرق المظبوطه اللي هنشوفها بعد كده. طبعا عشان اعمل ارجع التوف انادمي انا بعد ما عملت كوندنسيشن كل السيرفيس لها شكل له لازم ارجع بقى اعمل بقى المارجنال ريتش ومش عارف الريتش والفصه والكسر الكراميلي والحاجات اللي هي كسر الكراميلي؟ كراميلي ما هو كراميلا برضه كراميلا كراميلا ماشي حلو هو يقول لك كسر سهل ازاي وكسر كراميلي بعد كده بعمل فريش وبوش بعد كده عمل التفاصيل الدقيقه طيب بالنسبة للتبريشن له وقت احنا في المواد اللي هنشتغل بيها كلها لها ميكسنج تايب ولها وركينج تايب ولها سيتنج تايب في الامالجام بسميه بدل ميكسنج تايب هسميه بقى ريبيليشن تايب طيب التبريشن تايب اللي هتشتغل ميكانيكال بيقول لك اخلطه لمدة 10 سكندز بس تبقى التعليمات بتاعت الصانع جاي يقول لك التبريشن تايب 10 سكندز طب لو انا زودت شويه او نقصت اوفر وانت لو نقصت شويه مثلا سنتين ثلاثه يبقى انتر تريتريشن لو زودت بقى اوفر تريتريشن طب ايه بقى صفات الامالجم اللي هو لو كان اوبتيمال تريتريشن او بنسميه نورمال لو كان انتر او كان فوق الانتر بيبقى فرايد وجرامي بفرد وضل ان ابيرنس شكله مطفي ده التراب يعني اللي مش مغطي كل الكويتات النورمال نفس بيطلع شايلي بيضرب وعلى هذه البوت سنجل بيس هو كوهيزن اند نوت اميزن ماسك في نفسه ومش ماسك في السايد وول بتاع الكبسول لو انا زودت شويه على النورمال تايم اوفر ميكس يعني هيديك اوفر تايم ريليشن تاني بتبقى بتعرف بتاعته برضه بيبقى نفس
بس يعني شارني او بيسموه شوكه، بس هنا ستينكي يعني لازم السايد وول ما يطلعش على اقل من 6 سنتيمتر. هو يقول لك ايه فيتنس هو الاوفر استتر ده يعني انك تتحرك شويه ناحيه الاوفر افضل من انك تبقى انما الاحسن ايه بقى الاوبتيمال. انت الاوبتيمال رفع عليك شط عندي بس هو انما يضرب كله اللي يضرب كله خلاص نيجي في العمل تعالى عمل يجيب لك الصوره دي يقول لك فيجر ايه بتدريس امريكا بيز اوفر ولا اندر ولا نورمال اوفر اقول دي ايه اوفر ايه ايه اوفر طيب بي اندر سي هنغير عشان مش هسيب اندر اوبسيمال اوفر ايه بي سي وحافظه حافظ مش فاهم مش فاهم الناس اللي كلمه يقول لك بقى افهم يا اخي عايزك تحفظ ازاي انت كلمه بتاع الامتحان ماشي بس لا احنا لسه ما جبناش عن فلوس ضيع خالص ماشي احنا لو بقينا زيهم وغنينا كده هنبقى زيهم بس اتصرف في نفس الطريقه لما تنام هم هناك ما تجيبوش اشتغل مدير عايز المدير على المكتب كفيل اشتغل بقى ايه بتعطيل من الجماعه اللي هم المصريين مش عارف من كميه الجنسيه الصراحه هم هنا احنا يعني ما عندناش هنا حد خليجي يعني عشان ما نجرحوش ولو خليجي هنا يجي هنا احنا لما كنت في الجامعه الثانيه كانت جامعه فين؟ خليجي كنت افهم اقول لهم ايه ده جامعه الزمالك مقدما اقول لكم ده يرمز للعرب احنا جميعا يرمز لنا ان احنا جامعه السلطان يعني عشان الناس ده مجرد خطر يعني ما تجرحش العبد بقى احنا اساسنا ايه ده بيجيب يعني الصوره دي التعبير عن جنان الحموم بقى ده باين مش عباره خلاص هو لا امات كده مش امي يعني ساعات امي بس عايز السلام مش عارف ايه سيتي رياكشن وديت الامر جميع المواد هنيجي نتكلم سيتي رياكشن ده الكوب الخمسه بنسميه برونشن رياكشن الامبريشن ماتيريال والسيتي رياكشن في الامبريشن ماتيريال الجبسن برودكتس والسيتي رياكشن او جبسن برودكتس الامالغام مميز السيتي رياكشن بتاعه بنسميه امالغاميشن الكلمه دي بتخدم من طريقه استخراج الذهب والفضه والمعادن من الاورز اللي هي من الصخور يعني الجبال الكبيره بيجيبوا الصخر في ده ويعملوا جرايم بيجروش يعني ويخلط عليه زبق الزبق يا ايه؟ الزبق الذهب له هل افينيتي للميتال ولا ملوش؟ له فاكرين؟ معادن الله هل افينيتي؟ كل المواد بتاعت الاهمال اللي الكبر والتن والسيك والسيلفر زي الجولد زائد الصرف الخمس ست معادن والمعادن اللي ما هيهاش فينتي دي الميركري اندر نورمال كونديشن الظروف العاديه اللي عندها الاير والمغنيسيوم والكروميوم والكوبالت والنيكل دول اللي بيصنعوا منهم الهاند انسترز زي الهاند انسترز دي ارقام مصنعينها من المواد اللي لها افينتي هتلاقي بعد فتره كوندنسر ولا كارفر ما بقاش ده كوندنسر في سكات طلع البروسس بتاع استخراج الذهب من صخور اسمها امالجاميشن هو بيبتزق بعد كده طبعا بياخد الذهب اللي جاك الزبده وجزء منتري ويسخنه بقى صودي يعني يسخنه يوم الزبده بتبقى بيبقى لنا حته سميكه يعني سميكه وروح مخها يفصلها بقى لهولندا ومش عارف فين يبيعوها مش كده مش الذهب اللي بيطلع من جبل السكري يرسلوا بره انا مش عارف عشان يعملوا او ينفوه ويرجع على مرجعش الله اعلم انا ما بقولش حاجه مش حاجه ما اقصدش حاجه اكيد امال احنا بقى اللي عنده المكان المليار ده كان بره ده حسن مبارك جاب من ايه؟ اكيد السلام اللي كان بيطلع من الفلاش
فايد على حسابه في التلفزيون. بس دلوقتي مش حد يعمل كده. لا في كده سبحان الله. لا كان بينقسم لايه؟ يا لو كامر يا هاي كامر. الهاي كامر اثنين يا ادميكسل اسم نادي يا بيتر شكرا ان شاء الله زي يعني كلكم شكرا ما حاطين دول يعني اكيد قاعدين مستنيين على غاويين يعني اللو كامر امامنا لو قال 6% كامر هاي كامر امامنا لو ازيد 6% طيب اللي ازيد ب 6% اللي هاي كامر 2-2 مرحلتين اثنين يعني نوعين حاجه اسمها ادميكس هاي كامر امامنا حاجه اسمها يونيفرن بوزيشن نمسك واحد واحد نمسك اللو كامر امامنا اللي هو في كامر اقل من 6% البودره عباره عن ايه؟ تبقى عباره عن مركب كيميائي اسمه جاما فيتس اللي هو اي جي 3 اس ال هو بيجي من المصنع اي جي 3 اس ال خلاص؟ مخلوطه مع الزئبق يبقى الزئبق يهاجم فهنبتدي نتكلم بقى على رمضانيش الاكشن كل الانواع نفس الكلام اول اول ان هو بيمر بالمراحل مرحله اسمها ديتونيشن ستيج الهدف منها ان اتغلب من على اتغلب على الهاي سيت ستيج بتاع الميك تو ليت ذا امالجام باودر باكل تو بي ويتد وذ ميك اتغلب على الهاي سيت ستيج بتاع الميك عشان اخليه اجبره ان هو يبلل لي سطح الحبيبات عشان يبدا يجرب اهو ادي عندي حبيبات الكره اهي لما ضفت عليها الزئبق الزئبق هتبني تكور هنا كره هنا كره هنا كره هنا لابس الكفر في البوينتس فمش هيقدر يدور منها ولا يحصل رياكشن فلازم اجبره ان هو يبلل خلاص بعمل له انتجريشن ادي اول مرحله بعد ما عملت انتجريشن يبدا الديستريبيوشن ستيج مرحله الاباده يبدا النت يهاجم سطح الحبيبات يلاقوا منها زلطه يلاقوا منها كلمه من على السطح بتاعها كلام جميل؟ طيب السيلفر اللي طلع يتفاعل مع الزيت يتحول الى سيلفر ليتر اللي بنسميها جاما 1 يتحول الى كريستالات سلطه والتين اللي ده يبدا يتفاعل مع النيتري ويديني تين نيتري اللي هو الجاما اللي بيترسب ده بالنار يعني حاجه سوليد والبادوره بتكبر في الثلاث اتجاهات اكس وواي والزد ادي بادوره تتكون هنا وبادوره تتكون هنا لحد ما يقابلوا بعض يكونوا لي الماتريكس الماده الضم هتطبق لي ايه بقى؟ الحاجات اللي باقيه من التفاعل هو دايما بيقول لك ايه؟ في ملحوظه في اخر لما نيجي نتكلم على الفورمولا يقول لك دونت بوت ميركري enough to dissolve all the gamma phase ما تحطش زئبق بما يسمح ان هو يدور لي كل حبيبات البودره ليه؟ لان انا عايز اخلي شويه حبيبات البودره داخل الامالجم بعد ما يتصلب مضمونه في الماده الضامه للكريستالات بتاعت الجاما 1 والجاما 2 ليه؟ لان الجاما فيس اقوى اعلى سترينث فبالتالي هيبقى الريزيستنس للمصيفات والستريس ايه؟ فيري هارد. يعني كل ما اخلي الامالجم بتاع الماء ما فيهوش يعني ماده ضامه كتير كل ما يبقى ايه؟ الستريس ايه؟ اعلى. خلاص؟ طيب بعد ما تكون لقينا في بيحصل كريستال فورميشن الزئبق السيلفر اللي ده بيترسب على حاجه سيلفر بنتي الكن اللي ده خلاص على كما تقول اللي هو تين متري دول بنسميهم هم دول الماده الضامه يعني الماده اللي هتمسك الحاجات الاخرى نمسكها هم مع بعض ونمسك الحاجات الثانيه فيحصل بعد كده ايه كريستال جروث بنسميها كلها جروث تكبر لحد ما تتشابك مع بعضها ويستهلك كل الميل فده اللي هو حصل هاردنينج طيب يبقى المايكرو ستراكشر بتاع الامالجم اللي فوق دي وبقى الدكتوره وبقى كلنا يعني بتاع الامالجم هو عباره عن ايه؟ هو بيوصف ان هو كونت ستراكشر يعني ايه كونت ستراكشر؟ يعني فيه قلب فيه مدى ضم يعني احنا دلوقتي لو هنوصف نفسنا بان المدرج ده كونت ستراكشر
مين اللي ضمننا كلنا مع بعض؟ مش الهواء؟ هتخيل الهواء ده هو الماده الضم كريستالات، واحنا شويه ان رياكتد جاما فيز جاما 1 اس ان رياكتد جاما. خلاص يبقى لما اجي اقول كور ستراكشر، الكور مكون من ايه بقى؟ الان رياكتد جاما والماتريكس جاما 1 وجاما 2 اللوكب. خلاص ده الماجو ستراكشر تركيبه ايه؟ ليه؟ لان هي اعلى مسافه الكاميرا. لما نيجي نتكلم على سلسله الكاميرا هنبقى في القمه الكاميرا اذبحها الكاميرا ولا اضعفها الكاميرا اضعف فيس في الامر. بس ايه يعني؟ طب كويس هنا بيتنا البيت ده بتقول لي طب يعني ايه هو الليمت بتاعت الميرج؟ ليميت احط ميركري بحيث تكون لي ضمه تضمني الانراكت باودر. مش معقول لو خليت انراكت باودر ومش محاطه بماتريكس تبقى مش حاجه ماسكاها. يعني راح يتنفس على السطح يعني ما حواليش ماده ضمه من ماده اليوندر ولا بتاع كده سهل في ايه ديسلوجين سهل انها تفصل من الحشو. يبقى لازم يبقى فيه يعني ماده ضمه كافيه لضم انراكت باودر. دكتور ماده ضمه هي الميركري وال كمان لسانها معبود راح حلو في البيت. انا اشتغل مادة الضم اصلا بس ما لسه هكتبه في المدرسة. ايه اجنبي؟ لا مش هكتبها من العربي كمان. لا لا انا بقول لك يعني المدرسة حتى مدرسة عربي كمان؟ ولا لا بس لسانك معبود يعني زي ما بيقولوا جماعة الانجليز شطار كويسين. بس انا خريج مدرسة عربي في المحيط كمان في المعامة من منوف يعني من فلانين مش عيب يعني كنا نتفوق على جايين من الزمالك. عارفين الزمالك يعني ايه؟ تخريب العيشه مش تخريب شطار متكلمين معاه ها مشوار ايه ده عندي برضه ده بركه السالفه. خش بقى على ايه خلاص الموضوع على ماما في التو فايلز دي مش بقى في الامتحان سبسكرايب شورت نوتس اباوت دي عليه كمان يعني بياخد درجات حلوه يعني خمس درجات ومحتاجة. لو ما تجابيش الاكشن فلو كبر امالك. او النموذج تاني او ما تجابيش الاكشن اوف ادميكس تاني كبر امالك. الموديل تالت او ما تجابيش الاكشن اوف سينجل كومبوزيشن حاجة كبر. تلاتة تقريبا المحتوى بتاع الكلام واحد بس الاختلاف بقى في الفيس اللي بتتكون. يعني الفيس اللي داخلة يعني المركب الكيميائي اللي داخل ايه واللي طالع ايه من كيفية تكوينه ازاي. وصفاته طبعا بتختلف، الصفات بتعتمد على المركب. لما المركب الكيميائي بيختلف يطلع عليها فيها بروبرتي ثانيه. فلقوا ان الامار ده اللي مكبر امار ده اختاروا الشكوره اللي فيه بتاعت الفيري لو نتيجه وجود الجامع فوق نمره 2 اللي فيه بتاعت الفيري لو برضه نتيجه وجود مين؟ الجامع فوق. يبقى انتوا اوتوماتيك دلوقتي هتستنتجوا ليه طلعوا الهيكبر امار ده؟ عشان يا دكتور اللي ورا انت معانا ولا بتحكم على ال تعالى قدام تعالى شيل الموبايل كده تعالى شكله النار ركز انت ركز معايا ونحس بالدفء بالقرب كده يا ابن الدفء الناعي والخزل ليه ما خلي واحد يمشي على الانسان عشان مين اللي هي ايه سترينج بلو سترينج اللي هي الغول اللي هي على الزيت الصيني اللي اسمها ايه الجامعه طول هنشوفهم يتخلصوا عليها ازاي. اتفقت ازاي اتفقت ازاي اتكتبوا على التفاهم هكذا بلا قصة قلنا ايه حكيه يا اما ادمسك يا اما يونيكم بوش
الكبر أقل من إيه؟ من 6%. لأن له كبر أقل من 6% كبر. طيب هما طلعوا الهاي كبر أمر جمدان على مرحلتين اثنين. أول مرحلة فكروا على من له كبر أمر جمدان أضيف عليه سبيلة أخرى مكونة من السمر والكبر بس ما فيهاش تاني. فاهمين بقى ديت؟ يعني هو كان الكونفنشنال او كلاسيكال لو كبر اهوتم هو عباره عن سيلفر تين كبر بس الكبر ايه؟ لو اقل من 6%. طب قال لك ما انا احط هو برده بس اجيب عليها سبيكه اخرى من غير الكن اللي فيها دي. يعني زي ما انتوا دلوقتي انتوا هنفترض ان انا عايز ازود نسبه الصبيان اللي موجودين هنا. اعمل ايه؟ يا اما اطلع بنات فمش عايز اطلع البنات اجيب صبيان بس. فهو بالظبط اللو كبر امرتم فيه تاني وفيه كبر بس كبر اقل من 6%. عشان يزود نسبه الكبر جاب سبيكه اخرى ما فيهاش تاني يبقى معناها انه زود الايه؟ الكبر. عشان كده سموها الكبر امرتم. ده بيسموه ادمكس ده كبر امرتم. طيب عشان برضه هخليكم تستنتجوا بقى السيتنج رياكشن امرتمشن رياكشن بتاعها. يبقى بقى دخلته على زيت هو بيمر بتفاعلين اثنين. اول واحد عشان يتصور سالكا طريق اللو كبر امرتم بالظبط. يبقى الملك هيتفاعل مع مين؟ مع الجاما فيس ولا مع الجاما فيس والسيلفر كبر؟ مع الجاما فيس. اون لي برافو عليك. تشجع تشجع صح صح انا عارف. لا لسه بروسس ثاني على الرؤيه شويه بس ده بل مزار برنا مزار اصحاب قوي في جراد الله برنا وعايزين قلم ايه ترقع جسمي. طب نتابع الفعل اللي ينهي الضرب قلم 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 اللي ينهي قلنا ان الهايكر عباره عن جامبس زي لكن لو كان قصه نسبه 2 الى 1 سيلفر كبر ده هيسموها الكبر ده بس التصلب ده اللي هيشتغل بس اذا بتاعت الكبر بالظبط انما ده كومباس من اول مش هيخش في التفاعل موجود خلينه لما يجي دور فيبقى ده هيهاجم لسطح حب السيمه هيهاجم طيب انت قلت لنا يا دكتور ان احنا عايزين نخلص من مين؟ يعني الهدف مين؟ اي هل كبر امرتم ان انا اتخلص من هذا الجو الثاني. انت علينا بقى ولا ايه؟ انت عيال صغيرين علينا. لا ده احنا صعيدنا الجو ده ما اتكونتش يا دكتور الاسنان. طيب ازاي هتخلص منها؟ هنتفق ان احنا ده مولود اتولد اهو ده مطلوب ده مولود هنعمل له اسبوع الاسبوع الجاي الامر الجاي هنعمل اسبوع وهنكلمكم كل واحد وواحده تجيب هديه بسيطه الجاما تور مولود ده مش لينا احنا وامه بعد كده تجمعها امه اللي هي مين ولا ابوه حضرتك اه يقول لك الدكتور ده بيرسم عايز هدايا وبتاع لا الحمد لله هقول لكم دلوقتي هنيجي بعد اسبوع مش هنلاقي الجاما تور عندها ماده فهنقول لكم كل واحد ياخد الهديه بتاعته الى حيث اتى به خلاص نشوف بقى كيفيه التخلص صح يا معلم احنا لسه هنعمل اسبوع ودي البومبا
وبرجلاتك وتسمع كلام النادي وما تسمعش كلام الطلبه وكل امتحان صعب ما تيجي الامتحان سهل مش كلام هنشوف بقى الاول معادله يبقى المكسب كبرت اول يوم معادلتين اول معادله تقريبا زيها زي بتاع المكتب الرمضان بس الشوات السبيكه اللي احنا بنحطها على البودره اللي هم اسمهم سيلفر كبر بيخشوا ويطلعوا زي ما هم ما بيتغيروش خالص خلاص طيب نشوف بقى احنا مختزلين لهم بقى ايه لحد الجمل والامانه المتصادمه وهو داخل فوق المريض بيحصل حاله اسمها سوليد ستيت ريكشن هتتفاعل الجمل مع السيلفر كبر السيلفر كبر ايه ده انا هجيب لك اجل عشان اوفر على الطلبه الهدايا اللي هيجيبوها لمين الجمل فانتوا المفروض تشكروا مين بقى مش تشكروا مين الجمل الثاني تنزل العيون الجامعة طول عبارة عن ايه؟ تن ميل صح؟ وسيلفر كبر يبقى الميلك اللي ياخد السيلفر ودي هنا سيلفر ميلك اللي هي جامعة واحدة دي صفاتها حلوة زي الجامعة طول والكبر ياخد التن يعمل ايه ده فيس برضه صفاتها حلوة صفات عالية ومقدار الصبر عالي طيب نيجي بقى ونشوف بقى الرسمة الدياجراماتيك للمايكرو ستراكشر بتاع الادمكسس هاي كبر قمر ازاي هشوفه في ناحيه المشكله يبقى هو هنقول ان هو ايه فاكرين الاسطوانه المشروخه المايكرو ستراكشر اي مايكرو ستراكشر في جميع المواد الفيزيائيه منها كور ستراكشر يعني حتى في الكومز الدكتور احمد ان شاء الله الاسبوع الجاي هيقول لك ان الاماكن ده الكومز ده كور ستراكشر مكون من كور وماتكس وهناك الكومز الكور حاجه والماتكس حاجه غير دي انما هنا الاماردم هو برضه ايه؟ كور ستراكشر. الكور هيبقى ايه بقى؟ شويه انا راكد ايه؟ جم وشويه انا راكد ايه؟ سيلفر كبر. كل دول واقعين في ايه؟ في ماتريكس. الناس مكونه فيها جاما واحد وجاما اتنين ولا جاما واحد بس؟ جاما واحد بس. طيب والايده اللي اتكونت راحت فين؟ الايده اللي اتكونت هتبقى حوالين يديك سيلفر كبر عامله زي الهالات نورتها بشويه. كان الهالات بتاع الشمس أو نهاية المصورة بس يبقى الماكرو ستراكشر الميكس التاجر أبرا عمضة الكور ستراكشر الكور عبارة عن شوية كان رأي في البابل البيت اللي ماتكس هم وشوية كان رأي في كل دول محبوسين داخل جاما 1 موجود و الثيتا هيس اللي اتكونت تبقى في ذا فورم اوف هالوس طب قول لي بقى جاما 2 كانت اتكونت منين؟ هي وزنها كان جاي منين؟ من الجاما ولا من السيلفر كبر؟ من الجاما 2 كانت اتكونت من الجاما برافو عليك بس ترسم على طيب والسمنتا فين؟ مين اللي سالفها؟ كما تقول مين اللي سالفها؟ الدكتور الانطباع التاني عن السمنتا ستراكشر بتاعت ما بين الكما تقول تاني ويجي في السكر كما والسمنتا حواليه؟ السكر كما طيب والايده اللي اتكونت على هيئه ايه؟ دماغي يبقى لي ثلاث حاجات هنشوف بقى اليوني كومبوزيشن والسيمي كومبوزيشن هاي كما امرنا هنشوف الجاما 2 اتكونت فين؟ برضه حوالين ايه؟ الجاما فيس السوسك والسيوله جت فين؟ هناك هتسيولك حوالين الجاما فيس برضه. طيب وشكلها ايه؟ مش هتبقى على الهيئه ثلاثه، هتبقى على الهيئه فيس. بتعمل جدول. فرق بين اليون كومبوزيشن والادمكس. الجاما تو هنا بتتكون وهنا بتتكون. هنا بتقعد اسبوع ولا هنا بتقعد وهي بتتولد، بتموت على طول بتتولد. هنا بتستهلك حوالين السيوله الكبر هنا اللي احنا هناك وهناك اللي هو سيجن كومبوزيشن بتستهلك حوالين اللي هي جايه منها بره هنا بيبقى شكلها على هيئه هالات هناك على هيئه بنز عشان شكلها على شكلها ازاي بنز اهي بنز ده عامل كويس صح دي ايه مره ثانيه اكيد ما مش كل مره دي اصحاب الالهات اصحاب الياقوت البيضاء خش على السيمي كومبوزيشن بيدوا الادمكسر كويس يبقى
شوفي شايفين تدرج ما هو نسيم الكومبوزيشن تعبت شويه في ايه في استيعاب هو مع اليونيكو مع السنجل مع الادمكس تقريبا نص زيه بالظبط بس نزود البودره اللي احنا قلنا سنت الخبر وقلنا هو داخل كومباس ما بيتحرش يبقى نفس التفاعل بتاع اليونيو بتاع اللوكا برمار بس في تفاعل تاني عشان نخلص امركم من الجاما تو اللي هو اكسيد السنت تبادل ايوني نخش بقى على سنت الكومباس سنت الكومباس قال لك هو ليه غلب نفسي والتكمينيه روحها اهي طب ليه عامل كده على مباشره هنا يعني ليه اجيب بودره لو خبر وليه احط عليها سيلفر كفر يا شو ده 4-5 ايه سمك شركه بتطمن عليه انا عاطفي خالص نخش بقى على السنه قال لك بدل ما احط طب ما انا زود الكبر من الاول واطلع جامعه فيسيا كبر زياده اهي بدل نفس الخطوات عامل نفس الكلام برشام هيا نخرج له هنا نخرج له نحطهم على مطرقة وأدق على المسمار هنا وهنا يتبطط ده هنسميهم ايه بقى؟ هصلوك انترلوكي عن طريق برشامة ايه؟
نجرب هذا الموبايل بتاعك. ها انا مستعد. بلاش شوف موبايل تاني. لا بموبايل واحد ممكن نحطه بصاله الكهرباء وعشان المصمط ما يطلعش منك. ابى اشوفه لك برضه. روح حلو المال. اه بعد كده فين زي ما فيه انا شمس ايه بصوا له هياكلوه بالظبط. لا خلاص ده مش طايق نفسي بسم الله مش بس حكيت عليه من فوق حكيت مع بعض خلاص مش بقى بقى من 11 بس نزلوا على السايت بتاعه نزلوا تم تمرير المحاضره جروب ولا وان انت وان صح لا لا مش كان معاه يعني قلت انت تعيد المحاضره اللي هي معاك من 1 ل 3 الى 11 تمام بقى عزاء الايه سيدة اللي ما بيحضروش اللي ما بيحضروش دول تايهين في الحمد لله مناقشة المخطط بقى تجرب ده على الأيلة يبقى مقدس ولا احنا تشرح 20 لا دكتور الناس تسجل طيب مش بده زيادة انما الكبر يبقى دهون بتاعه زي ما شهيد دي خطه خطه مش عارفه عم محمد الصبار لو شفت خطه كده كده كل واحد شايف مش عارف بس مش عارف مش عارف لما انا صفي انا عباره عن سبب كبر لما تدوبه مني كيلو كتير يبقى صحي هيبقى غالي من ايه؟ صفر ماشي؟ ها؟ بيبتوها الرسمه دي؟ طب يعني كنا بنس ان قالت ان الكنسلات هي بتاعت الجامعه دي مدى الضمت الكنسلات كان بعضهم عشرها انا اسمها ايه تاني؟ يبقى الاساس بتاعتها ايه؟ تزيد ولا تقل؟ تزيد ده يفصلني ليه يقول الكومبوزيشن عشان ده هاي ستريس امان اول باتس وان يقول لي اسمها دي بريز يقول لي الكومبوزيشن هاي تبع مرتب ده هاي ستريس امان اول بايت اوف مرتب ليه السبب يا مان دوبينس ليه عشان كم وان يدفع كلام ممكن يعني ان هو مش كم السيتنج رياكشن بتاع الهاي كامر امرجن اللي هو على اليونيكورن
فانكشن كده معادله ذاتيه ما ينفعش اعمل ده مليون على كده ايه جي اس اس كيلو زائد ميتي هيكون جاما 1 زائد ايتا زائد انا رايت دي حاجه انا لا الرسمه خالص دي رسمه كام سيلين انا اللي عاملها بتعمل كده عملت كده بعد طبعا سنين من التدريس لما درست كده هو يعني ناخدها بسرعه كده استجراكشن كده غلط. طب جت ازاي ولا الطلبه كانوا بيسالهم ولا احنا بنحكم بس انا مش برتاح برضه يعني مخي يعني يعاقبني بيسالني ازاي بجد كلمت لحد ما مثلا رسمه التمثيليه دي الحمد لله يعني حلوه زمايلي كانوا معاك تاني بياخدوها خلاص حلوه انتي حابب جدا ايه خش بقى على البروبرتس ماشيين كويس احنا حابب زي احنا ماشيين بالراحه وبنضحك ونهزر عشان لما بحس كده ان انا حنان او انت حنان بنجيب حاجه كده مختلفه شويه عشان نصحصح ايه هي بقى صفات الاباوتكم بعد ما درسناه ده كله هنشوف بقى اداؤه داخل فم المريض كنا خدنا الايديا ريكوايرمنتس اوف اني فيلد او ريسورس ماتيريال كان اهم الحاجات صفات ان هو ما يكون مانيشن ستيت صح القانون وصله وتاكل علي هاي طيب ومزاجه في السنه احسن يبقى ماسك ايه كيميكال ولا ميكانيك كيميكال كيميكال طيب والثيرمال بروبرتس يكون هاي ثيرمال كونكتيفيتي ولا لا ومعامل تمدد كمان يكون في فرق جريد ديفرنس ولا لا كل الحاجات دي كل شويه انا ارزها بالكلام ده وكده شويه يعني نعم هو برضو الامر له عيوب هنشوف ازاي نقلل هذه العيوب فالدايمنشنال ستابيليتي يعني الدايمنشنال شيفت هل هو دايمنشنال ستابيليتي؟ يعني الاندر ريكوايرمنت بتاعت الدايمنشنال ستابيليتي هل المفروض الفيلنج ماتيريال هي تتصلب يحصل لها دايمنشنال شيفت؟ طيب وبعد ما تتصلب بتتكلم برضه هل يحصل لها دايمنشنال شيفت؟ يبقى ممكن دايمنشنال ستيبل اثناء السيتنج او اثناء ما تخش وبعد اللي بتكتب ده الايديا طيب ما لا يدرك كله الاماركه وهو بيتسلق بيحصل له فيه شويه دايمنشنال شيفت فهو في مميزات ثانيه اللي هي الميكانيكال بروبس عاليه بيخدم بقاله 150 سنه في المرضى له لو كوست المانيبيليشن بتاعه از فيري ايزي فعلشان المميزات دي هنقبلها بس نشوف هذه البنشر شيل ايه سببها عشان نقللها على قدر الامكان طيب ايه هي انواع بقى البنشر شيل اللي بتقدر تحصل في الامر حاجتين يا اميديت خلال 24 ساعه الاولانيه يا اما ديلي خلال من 3 ل 5 ايام ادي اول فرق يبعتوه بيقول لك ان المريض بنشر شيل تيك بليس ان انت الامر هتقول له يا اميديت يا ديلي انت تكون مجهز الجدول عندك ومذاكره لو قال لك اشرحهم حط لي الجدول خلاص انا حتى في التصليح يبقى احنا محتاجين السرعه عشان النتيجه تطلع عشان هنخش بالظبط كده انت عايز تخش فاللي بيريحني وعامل الحاجات ديت بسرعه وكل واحد نفسه اتفتح على التصليح ويبقى قلبه منشرح ويجيب درجات حلوه اللي بيلعبك كل الطرق تؤدي الى روما واخش واحتاس حرام عليكم بتتعبوا تتعبوا اعصابنا والله طبعا الواحد لازم يقرا غصب عنه بس بيبقى متضايق برضه اطفال اللي خط وحش اللي بنحكش اللي بيحاول يتوهنا ان انا ما بيدوش بفضل الله يعني انا خلاص بقت واخده على مجرد ما بشوف الكلام بسرعه جدا اعرف ده هياخد كام مش هياخد كام يعني مقارنه ما بين البروبلم لا
مش احنا قلنا واحد بيحصل خلال 24 ساعه والثاني 5 ايام ده اول فرق. يبقى التايم اوف ابييرنس اوف ذس بروبرتي اللي دي فيها هي بعد 24 ساعه الثاني متى ده اول فرق. طيب نمره 2 الكوز سبب ده ايه وسبب ده ايه. نمره 3 كم ده قد ايه وكم ده قد ايه. بس خلص ده وحابين شويه تحديش بقى عقله فالميديا بيحصل الكم بتاعه مسموح لحد بلس او ماينس 20 مايكرومتر بير سنتيمتر. يعني كل سنتي من الامالجم بعدين الامالجم مسموح لها انها تتمدد او تلتمش الميديا تعمل اثناء التسلق في حدود زائد او ناقص 20 متر. اذا كان الامالجم بيديني هذه الكميه يبقى الامالجم هنا محدود خلاص. يعني يكون نوت بروديوس ديتريمنتال افكت. كلمه ديتريمنتال يعني ديستركت مش هيديني نتائج. يعني يديني على حاجات حاجات مبلوعه او مهضومه زي السوريين زي اللبنانيين الست ناس على الرجل ده سالوه عن اليسا تقول ده اليسا مهضوم مش كده. واليسا سالوه عن ناس على تقول ده مهضوم مهضوم يعني مبلوعه او يعني كويسه. كل طبعا بلد ليها فدي هنا موضوع كي دي ايه مشان نمبر 1 دي اختصار ايه اختصار امريكان دنتال اسوسيشن جمعيه جراحه الاسنان الامريكيه عمل سبيسيفيكيشنز لكل الماتيريالز يوز ان ذس. عملت مواصفات قياسيه لجميع المواد اللي احنا بنسميها طب الاسنان الامالجم عشان هو اعدامهم اديله نمبر 1 اديله رقم 1 وقال لك المواصفات القياسيه للامالجم هي دي. انت عاوز تعمل بصمه صنع لي امالجم اديهولي مطابق لهذه المواصفات اديك السيرتيفيكت بتاعك اديك حاجه اسمها ADA سيرتيفيكت. يبقى اي مره اشتري اي منتج من اتباع اشتري منهم لقيت على العلبه ADA سيرتيفايد او سيرتيفيكت اشتريه وانا مغمض. المنتج ده منتج تلقى للمواصفات الجماعيه ديت ومأمون يعني عمل له معايره واختبروا النتائج بتاعتهم عشان يشوفوا الموف ولا الفا بيديهم سبب. عرفت خساره كلمه ماشي مش هقدر يعني. فهي الجمعيه ديت سمحت للامارجا اللي احنا بنجيبه في مصنعه ان هو يدينا الميدا ضمير عشان جوال الايه؟ ال 20 دول. طب ازاي؟ بالنص. خلاص؟ فهمت الحته ديت؟ قال الكلام. طيب عندنا كام امالجم؟ قلنا كورن الكبر كورتين لو وهاي هاي كام؟ اثنين يا ادمكسد يا يونيكوم نوتش هم عملوا كام؟ يعني ايه الكبت ده اللي انت هتطلع دماغنا يكون خواص النار يكون مكبات ورسومات ده بالعكس الكبت ده شارح نفسه. يعني انا خلطت امالجم العجينه هنا ما بتصرفش ما مرتش وقت خالص ما فيش مش هتشنج بس يبقى زيرو تايم زيرو ما ليش هتشيل. بعد كده هو بيتصرف هيبدا الوقت يمر ما ليش هتشيل يعني بلس يعمل ايه؟ يعمل ماينس يبقى البلس فوق يعني اكسبانشن والماينس تحت يبقى ايه؟ كونتراكشن بلس ماينس ماينس. كلام جميل؟ طيب جميع انواع الامالجم سواء اذا كان لو طبعا امالجم او ادميكس ليهم نص انيشالي مبدئيا بيحصل لهم كونتراكشن. وليه السبب؟ السبب ان بيجيب بودره وسائل. البودره بتبقى كومباكت ولا يعني لو حته صلبه مش هيبقى بينها هواء، انما ما دام بودرات يعني كريات او لسكات هيبقى بينهم ايه؟ فراغات هواء. طيب انا جبت حجم البودره وحجم الناشف وضفتهم على بعض. الحجم قال لي ليه؟ لان الزيبه سائل هيبدا ايه يتخلل السبيس دي غدد الهواء. فيبقى حجم الخطه اقل من مقدار الهواء المضروب عشان كده كلهم مبدئيا ادوني كونتراكشن الماينس صح؟ طيب
اللوك اب على رقم بدا يعكس يعني يعوض الكونتراكشن والنت في الاخر بقى اكسبانشن. انما النكس الوحيد والليون كونتراكشن ادونا النت وبدانا نشتغل على عالي كونتراكشن. كيف تجي الحاله العمليه؟ هنا كيف A و B و C او A و B و C. يقول لك A ده النت ده الشيء بتاعه على عالي ايه؟ طيب ده مين؟ الهاي يونيفورميشن. طيب الكيرف ده اذا كان ب A او B او C اي حاجه ولا اي رقم هي لها فيكس. والنت ده مش على حاجه كونتراكشن. الكيرف اللي فوق بتاع اللوك اب على رقم النت النهايه بقى ايه؟ طيب قول لنا بقى فسر لنا ليه ده حصل فيه اكسبانشن وليه دول على هاي الكونتراكشن وما استمرش للكونتراكشن على طول بعد كده ثبت الحجم تقريبا شويه. هنقول دلوقتي ايه السبب؟ هم لما حطوا الزبده على الميركل وعملوا فلتريشن وبعدين ديسوليوشن وبعدين كريستال فورميشن وبعدين كريستال جروث وبعدين هاردنج وصفوا لي بقى اثناء الجروث بتاع الكريستالات مش في بلورات بتتكون؟ البلوره بتبقى على هيئه امبريو في الاول جنين صغير حاجه نضال نواه للتبلور. ادي النواه دماغي اهي جاما 1 كريستال نواه. بعد كده كل ما يتكون جاما 1 اكتر تيجي تترسب على مين؟ على النواه او على الجنين. فالجنين يبدا ايه؟ يطلع له الدندرايتس ازرق في الاكس والواي والزد. يبدا ينمو كده وينمو كده وينمو كده. طيب والدكتور الاخر كان نواه جنين صغير وبدا ينمو طلع دراعك طلع له دندرات ازاي؟ امه اكبر اكبر هو بيكبر وانا بكبر ايه ما تخافش ها. طب انا عايز اكبر هو عايز يكبر الدراع ده عايز يكبر ها سقينا بعض ولا لا؟ عشان يسمح بالكبر. طيب ازاي ده مش فراغ؟ طيب قولوا لي بقى يبقى الاكسبانشن ده حقيقي ولا ظاهري؟ ظاهري. ايوه خليك ساكت ظاهري لانه على يعني هو مش الحجم مش حجم البلورات الكون اكبر من اللي هم جاي منه. يعني حجم الجاما واحد والجاما 1 اللي اتكونوا لما لقوه حسبوه لو اقل من حجم الزئبق والجاما واحد اللي داخلين والجاما فيس اللي داخلين ايوه يبقى التردد ده ايه بقى؟ ظاهره. يقول لك جيف ريزون لوك اب الامر انس باي اكسبانشن يونت نقول له انه نتيجه الدفع بتاع الكريستالات اثناء النمو دي بيسموها امبنجمنت اوف كريستالز ابوت اتش اذر دورنج ذا جروث نتيجه دفع الكريستالات اثناء النمو او بيسموها اللاترال ستراس يعني الدفع الايه؟ الجانبي. انا عايز اكبر وهو عايز يكبر يدفع بعض. طب ايه رايكم بقى؟ قولوا لي بقى ده يفسر لك ان حجم التلج في الزجاجه اكبر من حجم الميه اللي كانت ماليه الزجاجه صح؟ كده هو كسر الكتاب. طب هل هو حقيقي ان حجم الثلج حجم الثلج الحقيقي اقل يساوي حجم الميه؟ طب الميه جايه منين بقى؟ نتيجه اللاتر راس او الفيجن كريستال لان الثلج بيتكون كام مره على هيئه بلورات في الاول والبلوره تكبر تحطوها على ورق الشجر بتلاقي حته بتاع كده من الثلج وطلع لها ايه اصغر زي السن كده واحده ثانيه عماله تكبر اللي يقابلوا 10 في بعض. هو ده لو كسرت حته الثلجيه تلاقي لنا تقطيع ما هي اللي بتيجي تجيب الدفع خلاص. طيب ليه بقى الدفع في اللوك اب الامازون كان بزياده بحيث ان ده الاكسبانشن في الهلكه الامازون اقل؟ لان اللوك اب الامازون كان بيخلط بزبق كتير. طيب لما يخلط بزبق كتير يبقى تكوين الماتريكس الجامعه 1 والجامعه 2 هيبقى كتير ولا قليل؟ كتير. يبقى الدفع هيبقى كتير انما في الهلكه الامازون بنخلطه بالتريجليشن بالدرايت اثنين فكميه الميركي قليله فكميه الجاما 1 والجاما 1 مكونه قليله فالدفع يبقى جليل. الله يسلمك يا سيدي جليل يعني قليل او قليل. عرفت بقى تفسير الحاجات دي؟ ها؟ انا بقى يعني معلش بعذركم الوقت بس اذا قدرونا
الوضو كلنا مش رايح على التيشة تبعد كويس معاك طب ليه بندس بقى ده مش عشان مل وحشو ومخ لا عشان اعرف تبعاتها لو حصل كونتراكشن بكتير اذى من ده اذى من زائد ناقص 20 هيحصل ليكج شكل الاكل يتبقى يحصل كيرز بكرز مرجع بيركوليشن ومشاكل طب لو حصل اكسبانشن ازيد يعني انا لقيت بين الاثنين دول انت مددت وعمال قبل هزقهم ودول جدران السن اللي كانت الناس حفل السن عامل لها سبلتين كان فايد طبعا لو هم بيقاوموا لو جدران بيتقاوم جانب هيبقى الضغط كله يطلع عند الضيق تيبيول يعمل سيفير بين برضه الم جامد قوي بس السيفتي يا اما سبلتين يعني كراش ايه الحاجات بقى ايه العامل الفاصل على يعني تعمل اكسبشن او كونتراكشن اي فاكتور يؤدي الى زياده النيتري بتاعك في الخلطه هيؤدي الاكسبشن او كونتراكشن ايه زي ايه مثلا البروبورشن من اول عملت له التكنيك اللي هو التكنيك توقع فيها اكسبشن ولا كونتراكشن اللي هو الدراي تكنيك طيب عملت لو كوندنسيشن بريشر لو كنت سيبنا يعني مع قللت السكويز قللت العصر الزبع زياده هيديني اكسبانشن طيب استخدمت حبات سمول سايز كنت الى متر زياده عشان هيديني اكسبانشن كونتراكشن عكس حاجات خلاص بسم الله ما طلعت المعلومه اديني اكسبانشن سهل يا بقى هنا الثاني بيحصل امتى؟ ده بيحصل من 3 5 ايام المريض يقول لك ايه بقى هتقعد انت عملت لي حشوه كده وانا دفعت لك كده عشان مبسوط منها ساعه مره ثاني وبدات اكل عليها قدامك وقلت لي خد اسقس لك وجرب بقيت مبسوط بيها قوي قعدت 3 4 ايام ادعي لك طول طب وبعدين هيسكت المريض هيخجل يعني شعورك بدها عليك بقى تفهم انت ان هو يقول لك وبعدين بقى وجع الم جامد قوي يعني انا بدا يدعي عليه تتوقع على طول ان حصل ايه لو افتكرت انت بقى رجعت بالذاكره هتعرف ان مش عارف انت بتعمل مش حد من الكتاب حد شارب لا سيبك 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 كنت بس بريد عشان مش عارف حد بتاع هتعرف ان انت عملت موشن كونتامينيشن حتى مجرد سويتنج العرق الناس بتستخدم بتلبس جلافز دي هتعرف وياخد زبق من الجلاف غلط اشتغل مال كونتاكت مين لازم تلبس جلاف ممكن عرق يعمل موشن كله ما عملتش افيشن ايزوليشن للتاج بتاعك فهيتملى ريل كل الحاجات ديت يحصل دي اكسبانشن معرفش الميكانيزم بتاعته ازاي كده التم بتاعه كمان 20 ضعف ال ده كان 20 متر ده 400 متر يعني 20 ضعف ده الكامل والتايم اللي بيظهر فيه مختلف في الجدول اللي بيتحول ليه الاثنين وعشان بقى البوز الثاني كان البوز بتاعه الانفيجن اوف كريستالز ابوند شارب هنا لا هنا بتيجي رياكشن ما بين السن اللي موجود الامرضه بتاعه مع الميه يؤدي الى تكوين زنك هيدروكسيد زي هيدروجين جاز الهيدروجين جاز يضرب غاز ذات كبر والقاع على السطح يحصل له بلسترنج يعني فتح زي التقفيله لما بتفتح فاذا كان محبوس جوه هيديك اكسبانشن يديك سيفير بين المريض يفرق بالضبط او اذا كان جامد قوي الضرب يكسر السن ده ادي الميكانيزم بتاعه طيب هاو كان وي افويد ذيس اكسبانشن اتجنب اسباب ما اعملش موسر كونتامينيشن يعني اعمل بيرفكت ايزوليشن طب اف اي كانت ميك بيرفكت ايزوليشن يعني البيرفكت ايزوليشن كانت بي افويد يعني فاستعمل سكوت عمالي بقى حسدي ما شاء الله هستعمل الزنك فري هو ده الانديكيشن بتاع الزنك طيب يجي لك سؤال الامتحان يقول لك زنك فري امالجام مين ذات ذات امالجام دازنت كونتين زنك غلط غلط
يبقى دي فورس اللي بتتقطع اللي بتتقطع زي ايه السمكه تاكلها وتعيش وتقطع. And he needs a restoration in lower six. Need feeling material يعني في the lower six هتعمل هانو ايه؟ كان عامل gold four. واحدة بتقول ايه؟ amalgam. تاني بتقول؟ gold. والتالت؟ gold. لو المريض غني يعمل له gold. 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 انما لو ما فيش gold ما عملش amalgam. لان عملت amalgam عامل جلفانك سلييييي إلا كومبوزيشن سيب كروجن شوف التطبيق بقى أو أعمل كومبوز لأن كومبوز مش ميتال يعني ملوش سيرام طيب كريم هاي كبر أمامها قلنا النت ده ينزل شنج بتاع على هاي ايه سيباش عن الكونتراكشن اتصور لا سوار عكس بس مش مصحصح صور يعني عايز يصور ما حاجه كلها مش انا ازاي تخش على النت بيطلع بي بي تي بريس باور بوينت بي بي تي نجع عبد السميع يطلع لك معروض على نجع عبد السميع لو في يعني هذا كان في برنامج جاي في والله والله شفت برنامج جاي مش فاكر في التلفزيون كل مره ايوه مصحصح والجمال ايوه شفت سنه
شفت لما عايزين يضحكوا علينا عايزين نروح لهم 6 اكتوبر واديهم معلومات مش عايزين يدونا ولا نكل كل الناس السلام عليكم والله ببلاش ابني عامل كذا حلقه وابني جراح قلب وصدر برضه قلت له ابني بطيء زنك يعني وكان دوري عشان تعمل له دعايه يعني لما زهقت من الشغل ما خلاص قاعد في البيت مش عاوز عاوز يدونا مقابل عشان لو هم بيشتغلوا كده كله بلوش انا قصدي اكتب بي بي تي بيتزا هوت هيطلع لك محاضرات باور بوينت عن ازاي تعمل بيتزا هوت واشكالها ايه فاي حاجه عايز تطلع باور بوينت بي بي تي مسافه انامل بي بي تي دنتير عشان الحاجات اللي تاخدوها في الاورال ستوري او مثلا اذا كنت في الالات قبل كده اللي اخذته بي بي تي السيفنس او الكرينيال نيرفز هتصقل المسل ماستيكيشن البوست دام اريا مش عارف حاجات في البوست يعني في اي برانش في جميع علوم الكون بيجي يطلع لك محاضرات تنزلها ولا تيجي تقول لي ولا تقول لي حد ولا تقول له وبعدين الناس تقول لك خفي ما تصورش كل ما انا جايبه منين هم جايبينه على النت وحتى لو رسمه انا عاملها دلوقتي انا بنزل حاجات كتير على الفيسبوك حاجات خاصة بيا برازيل عشان الناس تستفيد يعني الناس بتستفيد ده صدقة جارية يعني ما تدخلوش على بعض بالعلم ده ممكن العلم اللي اديتهولك عليه ذكر يضيع من عندي على الكمبيوتر وارجع وحصلت والله كنا جايبين محاضرات من امريكا واديتها لكذا واحد المحاضرات دي ضاعت ردي بتعمل ايه كنت متهرب شايفين يعني فده علم انتفع فيه يعني بصدقة جارية يعني اللي عارف صدقة نو بروبلم سجلوا بس بالتسجيل مش من فضلكم كنسلوا الشتيمه لو في شتيمه ها شوف تضحك عرفت شو الدكتور ده بيشتمنا ازاي بس هو الاب اللي ساعات بيشتم ولاده شتيمه يعني بضحك يعني مش خلاص طيب لو حصل بقى ان الامالجم حصل كونتراكشن هسميه السبيشال النشا ده ايه في كريج السيكو بروجكت اهو ده تاني كان استاذ مساعد في احدى الجامعات الاقليميه استاذ مساعد طلبتي اقول لك يعني انا من طلب رسومات رؤساء جامعات رئيس جامعه المنصوره كان والله لحد دلوقتي يعني لما معلق له يقول لك استاذ العظيم استاذ على ده كان رئيس جامعه الساجد دكتور محمد هناوي رئيس جامعه المنصوره ده كان طالب عندي في جامعه المنصوره احنا مقسمين رئيس جامعه النهضه الحالي
اسمه حسين الملاح من الاجبال صغير كان شاب صغير كان برضو طالب عادي فالبيت دي انا فاكر وانا بصلح كراستها طبعا بيبقى الكراسات بتجيلنا من غير ارقام سريه يعني ما فيهاش ارقام يعني زهر ارقام سريه بس انا كنت عارف خطها واسلوبها كاتب يعني عملت تمثيل في سيني مثلا ما الدكتوره منى رياض كمان قالي قلت لكم على اسمها استاذ مساعد دلوقتي في جامعه اقليميه بنته كانت طالبه عامه فكان الدكتوره منى اللي هو عاشور يعني بتحب ايه طمن دايما على اولادها اقول لها اطلعي ايديك البنت شاطره اساسا مش محتاجه يعني لان ممكن الدكتور يعند معاها يقول لها تعالى هطلع لك اكبرها اقول لها بس مالكيش دعوه بس ده هي شاطره مش محتاجه فاكر في الكتابه كاتبه الحاجات دي يعني بتلاقي الفم مره اللي تستاهل يعني فالشطار منكم واللي بيكتب كان في ناس استبخينه خالص واخدين فم مره في البيبر والله حاجه تفرق الامتحان اللي بدا تنظيم وخط حلو وحاجه يعني اقول لك مش لاقي في الورد عيب بقى اقول له تعالى يا احمر الخدين خد 100% طيب يبقى الكروجن هيحصل من نوكب المرضم عابره اني مركز في مين فيه الجامعه حته نوكب المرضم دي رسمه لاجرافيك رسمه تمثيليه ليها ايه؟ هي تروجنس بارت بالسلاف من الجامعه بالسلاف من الجامعه 1 بالسلاف من امر ياخد الجامعه صح؟ مش قلنا بعد ما بيوصل لك هي حته المرضم هي عباره عن حاجات دي كل ستراكشر امر ياخد الجامعه اللي انت عملت اكسبلور الجامعه 1 والجامعه 2 وقال سطح الحشوه وادي الريد السلايد ده يعمل لي تيبيكال للبانكس الغاليه الغاليه هتيجي ايه؟ فالكومبوزيشن طيب مين هنا يشتغل؟ انا قلت جاتو جاتو عباره عن ايه؟ تاني وميل طب لما يحصل لها كروشن عليه هتتعلم هتتحلل هتديني ايه؟ ايون ميركري وايون تاني التاني مره تفاعل مع الاكاسين وكل ده اللي في السلايدر وفي التين اوكسيدورايتس طب والليتري اذا كان على السطح هيطلع في البيت ويتبلع او المدير انما اذا كان جوه هيقول لك فعلا مع مين؟ انا اكتب نعم الجاما فيكس الابيض يكون ايه؟ جاما واحد وجاما ايه؟ تو والدايره اشتغل وبعدين الجاما تو تتحلل تاني وتطلع لي ميتري وتطلع لي تين وتشوف خلاص يدوب ويطلع لي مع التكاسين الدول والمنيات اللي بيشتغل على مين؟ ولذلك هو ده اللي بيعمل ويكني من الامارة للمستوريشن نتيجة الكروجن حتى اليوتا مطمئن ان بيطلع ملكي والملكي بيستهلكني انا رياض الجامع رياض الجامع دي اعلاه مستهلك فلما تستهلك يعني هشوف القوة اللي فيكم وهنهكم هتعبوا انتوا السنس بتاعتكم لكم ايه؟ تطلع فنتيجة التكوين المتري يستهلك لي الجاما فيس فبالتالي الاستريس بتاع الامالجم يبقى الكروجن بتاع النقب الامالجم مين اللي بيحصل له يعني هو بيحصل له كروجن عن طريق اني كريستاليه فيه جاما 2 طيب الجاما 2 لما بتحصل لها كروجن بتديني ايه؟ بتديني ميركري وتاني طيب ال ايه تاني يا رب؟ ميركري بيجي تاني الميركري يطلع بقى بالتاني جاما 1 و 2 تاني خلاص طيب هو برضه لاحظوا ان الجاما 2 بتبقى اسال انت كونكتد فيس ما بنش ما بنش نعملها الرسم الرسم يعني تبقى عامله زي خليه نيرف سيل عارفين نيرف سيل انا اظن هيد وتيل والتيل بتاع النيرف سيل بيبقى متصل بالهيد بتاع النيرف سيل الثانيه هنصور يعني بيعمل لي زي شبكه عنكبوتيه اهو فهو بيقول لك ان الجاما 2 اسال انت كونكتد فيس فلما يحصل فيها كوروجن يبقى الكروجن يعقل بسهوله ولا بصعوبه؟ بسهوله ينتشر في الامرجم اللوكبر بسرعه جدا فلذلك الكروجن ريت في اللوكبر الامرجم بيبقى سريع جدا
ده مقارنه بمين ده؟ الهاي كابر امارة اللي لسه عندنا. يبقى الهاي كابر امارة يساوي كروجن عن طريق ده برضه ممكن تعملها جانب الوالد. الكروجن بتاع الهاي كابر امارة الكروجن بتاع النوكابر امارة. احنا عرفنا خلاص النوكابر امارة يساوي كروجن عن طريق الفيس. دوما تو. الكروجن برضه عرفناها. وعرفنا ان الجاما تو هيز انت كونكتد فيز فلذلك الكروجا ده بيبقى سريع. انما في الهاد كبر امرجم بيحصل له هو في الهاد كبر امرجم في جاما تو لا انما في مين بقى اللي يحصل لك كروجا اللي اضعف فيز مقاومه للصدع الهكب اللي هي الايدا فيز. طب الايدا فيز عباره عن ايه؟ كبر تن. طب لما تتحلل تديني ايه؟ كبر وتن. الكبر وتن يطلعوا يتفاعلوا مع الكلودات الاكاسيد اللي في الصلاجه ويديني التين عند كفر اوكسكلورايد بيطلع فيها متري لا برافو عليك. وبالتالي بتستهلك الاندر اكتف كفر برضه لا. فبالتالي الاسترنس بتاعته كان ليها سبب. كمان حاجه ثانيه لاحظ ان الايتا فيس از نوت ان انتر كونكتد فيس ما هياش عامله شبكه عن كوبتين. ذيرفور ذا فورميشن كروجر او كروجر ليه ان هاي كبر امرجم از ات فيري سلو ريت يبقى شرط ومعدل بسيط يصدق بس صدق يعني خفيف جدا. يبقى هنعمل جدول ما بين هاي كبر امرجم ولو كبر امرجم من حيث الكروجر. ده بيحصل له كروجر عن طريق انفيس لو كبر امرجم. يلا سمعوني جاما 2 ولا جاما 2 برافو. طيب والتاني الايتا لسه مع باسورد. طيب الكروجن برضه بتاع الجاما 2 الجاما 2 عباره عن سيلفر مير تن مير قياس. يبقى كل ما هتديني تن ومير الثاني خلاص 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 مش مشكله. الثاني ما فيهوش كبر ما فيهوش اسف ما فيهوش مير جاما 2 كبر وتن خلاص. دي انتر كونكتد دي كده الكروجر ريت هنا اعلى في يعني اسرع لو كبر امرجم الهاي كبر امرجم فيري سلو ريت. فاضل لنا حاجتين صغيرين اللي هو البوندنج مع التو ستراكشر. الامرجم الايدل يبقى ايه ماسك ايه كيميكال ولا ميكانيكال؟ الامرجم لا ما بيمسكش كيميكال. يبقى انا نعتمد على ايه؟ بنعمل له ماكرو ميكانيكال اعمل فيه اندر كات او ضغطيل او يعني خلي البيز بتاع الكافيتي اوسع من الاوبن بتاعت العنق اللي فوق فيديني ميكانيكال تكبر له. فاضل بقى خلاص البوندنج عرفناه. طب الثيرمال بروبرتيز الصفات الحراريه بنتكلم عن حاجتين اثنين الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن تقريبا الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن اندستري كان هو اهميته ايه؟ ده النهايه ايوه. ليه سبب المفروض يكون ايه الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن بتاع الفيلنج والتو ستراكشر ايه؟ ماتشنج يعني ماشيين مع بعض يتمددوا يتكامشوا مع بعض. انما لو كان في فرق واحد يتمدد اكثر من الثاني هيفصلوا خلاص. الامارجا ما عندوش مشكله هو بيبقى ثلاث اضعاف ودي لا تمثل مشكله. لما هتاخده في الكومبوزيت مع الدكتور احمد ان شاء الله ان الكومبوزيت بيبقى حوالي من 7 ل 10 مرات لو انفيلد ريزن اللي هو ما فيهوش فيلنج. فدي كانت بتعمل لها مشكله تعمل لها حاجه اسمها ماجر بيركوليشن. لما في الكومز بقى الموديفيكيشن او الموديفيكيشن بتغلبوا الحته دي. الامرجم ما عندوش مشكله من الكاس. الثيرمال بروبرتيز الامرجم لو قلنا الثيرمال بروبرتيز اهميه الثيرمال كوندكتيفيتي في حاله الريستور الماتيريال ايه؟ لو كان فين الماتيريال؟ كلها هاي ولا لو ثيرمال كوندكتيفيتي؟ لو 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 اذا كان هو لو هاي مفيش يعني استغناء عنه لازم استعمله اعمل ايه؟ ايزوليشن ايزوليشن المركبات عشان ما في جاما وجاما 1 وجاما 2 من حيث السيمي كوندكتيفيتي اسف من حيث ال
طرش الكروية الرزيس أعلاه والجامة ومدى يليها الجامة أضعفهم كتبهم كده. وبعدها كمان بقى عندك سيلفر كبر وبعدين إبسلون وبعدين إيه ده تحت خالص. بعدها سنة يبقى عندنا الجامة ومدى والجامة وبعدين سيلفر كبر وبعدين إبسلون والإيتا وأضعافهم تحت خالص الجامبا. يبقى كل فاس من دول مع الفاس اللي بعدها يعني لما جيب جامبا وان وجامبا مين يشتغل الأنول؟ مين يشتغل كاثود؟ جامبا أنود جامبا وان كاثود مش قادر جامبا كاثود دي بتاعك عشان شطرك وصرك. لما نجيب جامبا وان وجامبا هادي بقى الجامبا وان اشتغل كاتود والجامعة انه طب اجيب جامعة مع يوتيب سيلفر كبر جامعة سيلفر سيلفر كبر جامعة هي الكاتود يعني كل فيس تشتغل اللي بعديها كاتود وكل فيس من تحت اشتغل اللي قبلها ايه الترتيب التنازلي من تحت خالص الجامعة يبقى كل فيس تشتغل اللي قبلها انور او ليه نقول ان كل فاس تشتغل اللي بعديها بس صح عشان اتعلمت بقى ايه عم الصناع دي جوه من هنا ومن هنا ومن هنا فبيجوز زي القطر ماشي ايه الوقت كان قدامه الجون فاضي ومعرفش يكون هو الزمالك الماتش الاخير جاب واحد صفر بالعافية وبتوع الاهلي كمان مين واحد مين ما هو ده كان بيغير جوان على انا بحب اللعبه الحلوه يعني ما انا كنت بجد يعني خلاص خلاص شوف بقى صح فاضل الاسترينس ترتيب الاسترينس الفيس الجامعة عليهم الجامعة وان في النص الجامعة تو اقلهم وفي ارقام كده اقول لك ده الجامعة مش عارف 170 والجامعة تو مش عارف 60 واللي فيها 20 او 50 يعني هو المتوسط بتاعهم الامالجم في حدود 60 يبقى كل ما زود جامعة في الامالجم بتاعي يبقى اعلى استرينس لا مركب هو ضرب المكينة المادة هشرة فلذلك له أعلى بريس السيستك عالي هو تنسل السيستك أقل فبدي أعوضها إزاي إن أنا أعمل الديزاين بتاع كابتو كاي بريس ما يجيش عليه هيقالك الروح حاجة تانية يعني ما حدش عمرها في إيريا هيبقى الاسترس عليها تنصاي لو الساعة تنصاي هيتكسر تنصاي هيتكسر عند الإزرس أو أزود البارك في مديري عملت كده فين على طول أنا أزود البارك في مديري على حساب الجبس أو الوودز دي يعني عليها لها كلام كتير مش دعوة إيه؟ يعني هزود البارك في مديري عند الإزمس يعني فاضل إيه تاني يا رب بس كفاية مش حاجة تانية أنت صغيرة بقى على ماشي الأدفانس الأدفانس مميزاته حدث تنفيذه سنس عالي تمن الم ان ايه كان يا ربي اللوج كليفر سيبسبيليتي بيحمل لمدة 55 سنة قبل واحدة كمان الريجوليشن بتاعه بس مش حتى كمان بقى حتى كمان على ياسر فإن موعدك المشابه فاضح حتة اسمها الميركل هايجين يعني طالما الميركل ده توكسيك الناس هيهبوكم ده في زيادة هتوضوا عليك المدويه أقل تلوث بيجي من الأسنان أقل بوبوليشن في الأسنان هو ما بيتلوش زيادة بيقول بيخش بيبقى مركب تلك خالص هنا سيلفر ميركلي او فين ميركلي هنا الزينه ما هوش قرب ادي واحد طيب يقول لك ما انت الزينه الزياده اللي بتعمله سكويز بالزياده ده ترميها على الجار روح الشاب بره بعيد روح دايره الكوره الجار اللي هتتفانج جايه بوكت النهارده كل ليل عمال يهوها فانا هديها شويه زينه عشان اعملها تلوث ينفع الكلام ده؟ يبقى برضه اي اكسس ميركلي لازم اتصرف فيه حاجه بيسميها الميركلي ان انا اخده واحبسه
في كلوزد كونتينر. الكلوزد كونتينر يكون فيه صوديوم سايسلفيت هدخل في الاكسرين ان شاء الله في الهيدرولوجي تحميل بنحمط ونثبت الصوره بمحلول اسمه صوديوم سايسلفيت. الصوديوم سايسلفيت بينتزع السيلفر اللي على الاكسرين فيلم الحساس ده اللي هو ما عرضش الى اشعه. فالسيلفر ده السيلفر ده بدور الدقه القابضه اللي هي تقابل العظم او الاسنان والبيوتين اللي ما فاتش منه اشعه. فالسيلفر لم يتأكسد انما الجزء يتأكسد يترسب بلون اسود على شكل السمنه وشكل العظم المقصود. فيبقى المحلول ده نبقى اكزوست خلاص انتزع سيلفر اسود. يا زفت دي هتاخدوها مع الدكتور هاني ان شاء الله. ايه ده ولا هو هنا انت عارف ان المحلول ده فيه سلفر وسلفر. طيب لما احط فيه شويه نوعان شويه اكسس ميت الميثن مش هيتفاعل مع السلفر هيتفاعل مع السلفر ويتحول الى صلب وبالتالي يبقى مش سهل التفاعل. وحوش اي سنه استراخي او اي امانه من استريشن شيرته مرموش في المجال لانه لو رميته هيرجع الحبيب في المجال هيرجع لي مع واحد دليفري بوجبه شهيه جدا جمبري او سبب او نط نبذه حلوه بقى عشان لا البرم فات والله والله البرم فات تعالي تعالي نتكلم عن نفس الهيجين والله يسمي بقى مرضى خلينا مرضى قديم احدثه مرضى ايه بعد كده اعمل له وزميل الشركه تعمل له ريسايكلينج. فاضل حته لو انت بقى ايه الرياكت قلنا هنشتري ايه نص كيلو سلفر هعمل فيه ايه؟ هرش بقى وشكل لي شويه ايه؟ طيب انا كنت نسيت انا كنت قريتها ان عشان اعرف ان الزيت تفاعل مع السلفر السلفر لونه اصفر لما تفاعل مع الزيت يبقى ضل يبقى رمادي. رمادي المجاشين قرب امر جنب السويش اشيلهم بالك ما فاتكوش الكتف واعمل التيشيرت كولي واعمل سيركوليشن في الاير كونديشن خلي الاير كونديشن يتجدد ما تجيش فلوس ما تجيبش ما تجيش العياده الكارد ما تجيش العياده دي السجاده لان السجاده شويه هتهرب منه مش عارف ما اشطبش ان السلفر مع الزبق النهارده ده بيستكشر هنلمه واجمعه بالجاروف عشان الاستكشر هيساعد على شكرا والى اللقاء. حلقه